يا صباح الخير، صباح الخير على كل الشعب المصري، صباح الخير تحديدا على نساء مصر اللي امبارح رفعوا راس مصر رجالتها وستاتها في المسيره الضخمه اللي كانت التقديرات بتقول انها من 10 ل 12 الف سيده بيجوبوا شوارع وسط المدينه في 20 الف، كان في 20 الف استيميشن بيجوبوا شوارع القاهره علشان يقولوا كلمه واحده، يقولوا ان نساء مصر خط احمر، الشعب المصري كله خط احمر وتحديدا نساء مصر خط احمر. وردا بقى على كل بيقول نزلت ليه ودي لابسه كده ليه وانتوا عملتوا مش عارفه ايه ولا ودي صور مفبركه، انا بعتقد انه رساله 91 المجلس الاعلى للقوات المسلحه تدل، وهي اعتراف ضمني بما حدث، وهي اعتراف ضمني بانه حق الستات انها تشارك وان الستات شريك اساسي في الحياه السياسيه، ده شيء لا يقبل النقاش. فالناس دي يا ريت بقى تريح تقعد كده على جنب وتشوف لها حاجه تانية تعملها. صباح الفل. صباح الفل. مره تانية بصبح على كل الشعب المصري وعلى ستات مصر، ستات مصر اللي استعادوا كرامه المصريين، لان بصراحه بعد المؤتمر الصحفي المجلس العسكري كان مخيب الامل في وجهه نظري بالذات للستات، فالخروج في المسيره كان رد على ده، فالواحد كان مكتئب شويه، بس الامل رجع له مره تانية لما لقى الستات نزلت عشان تدافع عن حقها مره تانية. فتحيه لكل ست مصريه وتحيه للشعب المصري. وعايزه اقول بس عشان كلمه الناس اللي كانوا بيقولوا هي نزلت ليه وهي بتعمل ايه في التحرير، المسيره كان فيها رجاله بتحمي الستات، يعني قائمين زي كردون صحيح. رجالي عشان يحموا الستات، فتقديرا منهم، لان دي ممكن تكون ام مصريه وممكن تكون اخت مصريه، فاللي حصل ده ما يصحش. صحيح. وعلى ذكر طبعا انا يعني واضح القعده دي ممكن اروح. انت متضامن خالص، انت متضامن. قالت لك ايه؟ اصل الرجاله كانوا بيحموا الستات، قالت تقولها كده في الاخر عشان يبقى ايه اسمها برضو البنت، يعني ايه ما تجاهلتش الوجود الذكري في القعده. بس عايز اقول لكم ان على صعيد اخر بمناسبه الفوتوشوب، يعني شركه ادوبي للفوتوشوب اعلنت ان هي هتنزل نسخه خاصه بمصر الحقيقه، يعني الشرق الاوسط ومصر، والنسخه دي تحديدا فيها امكانيات كتيره جدا، فيها ان هي ممكن تضع اجندات وعملاء في جوه النسخه، ممكن برضو يعني ممكن تطلع حاجات وتنزل حاجات ممكن تزود او تشيل يعني بيادات وحاجات كده، يعني نسخه خاصه جدا بمصر، وهي بتقول ان دوت مساهمه منها وشكرا لها في يعني الاطاحه اكثر واكثر بالشعب المصري. فالحقيقه انا شايف ان دي فعلا بجد خطوه مهمه جدا من شركه فوتوشوب، نحترمها كلنا، لان فعلا هم بجد من اهم الشركات المؤثره دلوقتي في حياتنا، فانا سعيد جدا بهذه الخطوه. طبعا ده يا جماعه للناس اللي مش عارفين ده هزار اكيد، يعني بس هزار صعب، اصل فوتوشوب دلوقتي بقى بطل من ابطال حياتنا. طبعا ابطال وبقى بطل، وبعد كده انا ما بقتش مصدقه، ده احنا محتاجين، احنا بقينا هوليوود مره واحده، يعني احنا عمالين نقول ما عندناش امكانيات عشان نعمل فيلم خيال علمي، ما عندناش امكانيات عشان نعمل فيلم، وفجاه يا جماعه ده فوتوشوب. وبعد كده قابلت واحد مره بيقول لي الصور دي في غزه، غزه فين يا ابني؟ ما هي ميدان التحرير اهو. انا شفت الصور دي العيني باين يعني وضوح في السنين. لا بس يعني لا وبيتكلموا في منطقه، بس يعني هنعمل على العموم الموضوع ده تحديدا والبيان 91 والتعذيب اللي بيحدث الفتره اللي فاتت في الاحداث اللي احنا بنتابعها، وما بين اكاذيب كثيره بنسمعها واعلام مضلل بشكل كبير وجهات كثيره بتحاول تضحك وتغيب عقولنا، هيكون عندنا فقره خاصه النهارده وهي حديث الاربعاء، هتكون اخر فقره معانا، وهيكون معانا استاذ نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المراه، وهيكون معانا كمان دكتور حازم عبد العظيم ناشط سياسي عشان نتكلم عن الوضع، وتحديدا كمان نتكلم على الاعتصام اللي فضل اللي مكمل في سادس يوم النهارده. بس كمان الاعتصام امبارح ليه، من امبارح واول امبارح ليه شكل مختلف، لانه في مجموعه من اعضاء مجلس الشعب، اعضاء مجلس الشعب اللي نجحوا في المرحله الاولى والثانيه مشاركين في هذا الاعتصام. لا وسمعت كمان فيه شرعي احتمال يكون في اعتصام عند نقابه لا 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 نقابه الصحفيين. انا سمعت كمان ان في اعتصام موجود او بيبدا او بدا عند نقابه الصحفيين. طيب خلينا كمان نقول ان ما ننساش النهارده المرحله الثالثه، صح النهارده المرحله الثالثه، لا النهارده اعاده المرحله الثانيه، النهارده اعاده المرحله الثانيه للانتخابات. بالظبط. فبنتمنى طبعا المصريين كلهم يشاركوا مره ثانيه. فعندنا عندنا كمان حاجات كتيره جدا هنتناقش فيها مع استاذ سامح عبد الله نائب رئيس تحرير الاهرام عن الاعتصام وعن الانتخابات كمان النهارده. واخيرا طبعا ما ننساش احنا بغض النظر عن الكلام والامل والهزار في بعض الاحيان، لكن في الاول في الاخر احنا برضو لازلنا في وضع حرج، ولازلنا لسه بنعاني من مشاكل كتيره جدا على الارض ويجب ان تحل، وعشان كده هيكون كمان النهارده ثلاث ارباع الحلقه تقريبا على هذا الموضوع. وهنبتدي على طول مع الاستاذ محمد طلعت الهواري وفقره الصحافه، خليكم معانا.